السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعينا الكرام. معانا النهاردة قصة يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان. صديقة قتلت صديقتها اللي كانت المجني عليها وأهلها بيحبوها جدا، نورهان اللي في وش الصورة على طول لابسة كمامة في رقبتها، دي القاتلة، والضحية نجلاء اللي لابسة شارب أحمر. كانت نجلاء طالبة في الجامعة وبتشتغل عند دكتور عيون في كفر الدوار، وصاحبتها نورهان الشهيرة بنوري. نجلاء قالت لصاحبتها تعالي حلي محلي في الشغل عشان الشغل ما يروحش مني لحد ما أخلص امتحاناتي. وطبعا خلصت امتحاناتها وجانت ترجع للشغل. نورهان اللي قدامنا دي هي مع خطيبها رفضت طبعا تسيب الشغل ودبرت لنجلاء حادثة القتل. وهنا معانا الحساب الأسود ده للنقطة السوداء، ده حساب نجلاء وهي بتدعي تحت الصورة اللي احنا شفناها من شوية لصاحبتها القاتلة ان ربنا يبارك لها هي وخطيبها. وشوف الناس بدأوا يعلقوا يا ريتك ما دعيت لها، يا ريتك ما كنت شفتيها، ركز في التعليقات، يبان ان نجلاء شخصية كانت محترمة جدا وطيبة وبتحب الخير لصاحبتها. شوف تعليقات الناس، ربنا يرحمك يا نجلاء وينتقم منها، ربنا يرحمك يا حبيبتي وينتقم منها، يا ريتنا عرفناها ما عرفناها يا نجلاء. شوفوا نجلاء كاتبة ايه على حسابها، لا يبتلى الانسان دوما ليعذب، طول عمرك جميلة القلب والروح يا ست البنات. نجلاء كانت شخصية طيبة جدا وطبعا صممت ان هي ترجع شغلها ورجعت شغلها. فنورهان رفضت ايضا تسيب الشغل واجرت اتنين معرفتها او اقاربها وجم العيادة بعد الدكتور ما مشي ومسكوا نجلاء عشان يقتلوها. وكانت بتستغيث نجلاء بصاحبتها نورهان وتقول لها حشيهم عني، ارحموني، انقذيني، هيموتوني، وتستغيث بيها. لكن نورهان صاحبة القلب القاسي والغل والحقد على صاحبتها سابتها تتقتل وتموت. طبعا هم كانت موصياهم ان هم يضربوها علقة يكسروها ويشوهوها عشان ما تقدرش تيجي الشغل، لكن البنت صرخت وما خافتش، فخافوا امرهم يتفضح فخنقوها بالاشارب وموتوها والموضوع كبر منهم. والحادثة دي تخلي كل اولياء الامور يخلي بالهم من اصحاب وصديقات بناتهم وولادهم، لان المجتمع انتشر فيه الشر بدون داعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة ان يقتل الرجل فلا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقصص دي بنشوفها كتير بس يعني ما بتوصلش درجة القتل، لكن بيبقى المشاعر الدفينة. القتل بيجي نتيجة احداث متتالية اللي هو الخوف من الفضيحة، لكن قصة نجلاء ونورهان موجودة في كل اماكن العمل والشغل يوميا. انا عن نفسي بشوفها ناس بتبقى بتتمنى خوفا لولا خوفهم من العقاب والقانون ان هم ينسفوا زميله، لانه خلاص دواعي الاخلاق والدين غابت عند اغلب الناس. فكل واحد يخلي باله من اولاده ويخلي باله من بناته ويدور كويس ورا اصحابهم. بلاش تخلي بنتك تصاحب واحدة من بيئة مش كويسة التربية، ركزوا اعرف بنتك مصاحبة مين وشوف البنت دي تربيتها ايه. ما تخليش ابنك اللي قلبه طيب يصاحب اولاد من بيئة مش كويسة او بيئة اجرامية. ركز قوي، لازم تعرف انت شغال في مكان كويس وليك واحد صاحبك انت قلبك طيب ونفسك تساعده، لا ما تساعدوش الا اذا كان من بيئة كويسة، لان انت ممكن تساعده ويكون هو السبب في خراب بيتك او قتلك او رفضك من الشغل. لان الجوع والعوزة، سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. فحاولوا دايما اختاروا اصحابكم وما تعرفوش اي حد، دايما اللي بيبقى قريب منك مش كل اللي معرفته في سكتك وكان زميل دراسة او زميل منطقة يبقى صديقك. قليل قوي يا جماعة في الايام دي لما تلاقوا الصديق المؤمن التقي اللي يخاف عليك ويحميك. وربنا يرحم نجلاء وينتقم منه.
ربنا يرحمك يا نجلاء يا صاحبة القلب الطيب، ويجازي نورهان والاتنين القتلة اللي معاها اللي قتلوا نجلاء شر الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.